في الموقف اللي الجيش عمله بارسال مساعدات طبيه كويس ربنا يعدل حال مصر، احنا عايزين ازيد والله ربنا ينتقم من الظالم. كويس ليهم، كويس يعدل حال البلد برضه. كويس ان الجيش يبعت مواد غذائيه وطبيه عشان الناس هتموت ورحمه من ربنا يعني. شكرا ليك. حاجه كويسه يعني ان هو يبعت مساعدات غزة، دي حاجة كويسة يعني نروح جنب الشعب المصري جنب الشعب بتاع فلسطين يعني. ليه يا فندم؟ ايه؟ ليه؟ يعني مساعدة ليه؟ عشان الحصار الإسرائيلي بتاعه. شكرا لك. نص مساعدات، نص طن 500 طن من المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني. لا أنا ما مش مع. ليه طيب؟ حاجة. بيديها لمين؟ بيديها لعدو الإخوان اللي هم بيموتوه. أنت تنسى السنة اللي فاتت في نفس المواعيد دي كان بيدبحوا الجيش المصري. أنا أديهم مساعدات، مساعدات إيه؟ يديها للناس اللي مش قادرين تاكلوا هنا. شكرا ليك يا فندم. الموقف اللي الجيش عمله بإرسال 500 طن مواد غذائية ومواد طبية لغزة الشعب الفلسطيني. طبعا أنا دعم القرار ده يعني، إحنا القضية الفلسطينية مصر من زمان هي محتضناها ولازم تدعمها وده واجب علينا. شكرا ليك. اللي الجيش عمله بارسال 500 طن المواد الطبيه والمواد الغذائيه لغزه الشعب الفلسطيني. شيء جميل، المسلم المسلم كالبنيان المرصوص. اكيد شيء حلو. شايف نخرج من الازمه دي ازاي؟ ربنا موجود. شكرا لك.